لحمة ستخلط، هنشوف الرز بتخلط على الدخيات دي كده، دخية 3 شمعة 1500 واط عاملة 320 كده. الدخية دي عاملة 3070 ب2000 واط. شوف الدخية اللي ورا دي كده، صناعي أسفل صناعي، ده كام دي؟ 310 عاملة 560. في الكبيرة ورا دي كده 3 شمعة عاملة، دي متحركة عاملة 340. دي ايه دي بقى؟ دي دخية مروحة بس شكلها، عاملة 494. دي 1000 واط. الدخية برضو دي كده خش برضو الستايل المروحة عاملة 646. ده كده شكلها خش برضو. ده كده عروض الدخية عندي من ورا برضو، سعر الدخية دي كده دي عاملة 775 كده. ده شكلها من فريش كام وات؟ 210 ولا 2010 مش عارفه، بس ده شكلها عامله 775. من تحت اللون الابيض دي في جي كده اللي احنا قلنا عليها ورا جي، جي قلنا عامله كام؟ قلنا عليها ورا مش باين سعرها قوي هنا. في بقى جي كده دفايه عاملة 549، دي 4 شمعات 1600 واط. دي كده نزول في تاتش كده دفاية معدن 2000 واط، دي عاملة 799. دي دي الكرتونة بتاعتها ودي شكلها كده، دي تاتش عاملة 799. كده عروض الدفايات دي الفريش اللي قلتلك عليها عاملة 775. ده عرض الكبة المايونيزة عاملة 599 أسفل 400 واط. دي عاملة كام؟ دي قطعة بصل عاملة 569. ده كوسميكر يونيتا، ده 6 كوب عامل 849. 6 كوب كده. دي مطحنة بن كميتها برضو عاملة 719 من بعد 779، تطحن لغاية 90 جرام 479. مضرب بتاعت القهوة دي عاملة كام؟ كنكة القهوة دي مكتوبة لا في عصارة، العصارة دي ميانات عاملة 630. كنكة ايه بس مش عارفة سعرها كام. في بقى تورنيدو كبة الملوخية لتر عاملة 745. كده شكلها تورنيدو مكنة القهوة اهي عاملة 114. دي قاعدة سبعة عاملة 114 كنكة القهوة.
وفي الأكبر الحجم الأكبر 750 عاملة 199. وفي الستانلس دي عاملة كام؟ عاملة 150. الجرانيت دي عاملة كام؟ 225. في بقى مضرب نسكافيه عامل كام؟ 35 واط، وده عامل 235. دي العصارة اللي قلنا عليها. دي كده ميدو مضرب يدوي، ده مضرب، ده مضرب تورنيدو عامل 1305. في هنا برضه ده عامل كام؟ 1099. دي اللي هي بتاعت السندوتشات عاملة 495. المكوة عاملة كام؟ المكوة مش ممكن سعرها؟ هنشوف الخلاط ده كده، صنار ده خلاط ومعاه 2 مطحنة، صنار خلاط ومعاه 2 مطحنة عامل 419. ماكينة الزبادي عاملة كام؟ 249. دي الخبز الطعام عامل 1001 عامل 1905. تورنيدو 1905. ده الكبة عاملة 1510. تورنيدو دي عاملة 1075. ده كده الخلاط تورنيدو 769. نيجي كده مكوة رحلات عاملة 1529. ودي عاملة كام؟ 829. دي المحمولة، نفس المحمولة دي عاملة 795. دي 1200 واط. في المكوة دي اسمها ايه؟ جراند برو، دي عاملة 478. في مفرمة اللحمة دي 1500 واط ما شاء الله، دي عاملة 899. دي 1600 واط عاملة 1549. اللي جنبها دي دي تورنيدو 1200 عاملة 2450. دي تورنيدو. دي بقى عروض كده على النوفيل جرانيت في مقالي كده، المقالية دي كده مقاس 24 عاملة
184 جينوفيل. في بقى نفس المقاس العالمية 24 عاملة 199. هيجي في جي كده كبيرة جي اللي هي الوك، جي عاملة كم؟ جي مقاس 28 عاملة 249. في اللي هي بتاعت الكريب جي عاملة 199. جي عاملة كم؟ 169. في التركي جي عاملة خضرا جي 169 مقاس 24 لتر. في كده بقى ده طقم صواني بيتزا قطعتين عامل 139، وده تلات قطع عامل 179. الطقم الصواني ده عامل كام؟ جرانيت 15 ده عامل 315. بس هي ده جرانيت مقاسه كام؟ 40 × 30. تعالوا نشوفوا ده كده. جي صينية برضو 250 × 260. الكنكة جي أو اللبانة جي، اللبانة جي عاملة كام؟ 305. جي مقاس 16 × 12 = 210. الدهان ده كده عامل كام؟ اللبانات 85، بيبدأ من 45 × 39 كده اللي هو أصغر مقاس ده، اللي هو مقاس واحد 39 جنيه. قالب ده عامل كام؟ 195. قالب ده المجوف، لا المجوف عامل، الورد عامل 195، المجوف عامل 220. في مقلاية الدهان جي مقاس 22 عاملة 237، وجي 270 مقاس 24 26 × 315. في الطقم ده كده عن 159 من بعد 199. ده كام؟ 110. في دهان صينية جرانيت عاملة 439. جي كده بصوا، في دهان الحلة تيبلون جي عاملة 700 جنيه، والغطا بتاعها ستلس مقاس 24 ومقاس 20 عاملة 519. الجهاز بتاع لومة الأوديو عامل 40 جنيه. وفي جهاز لقمة الأوديو عامل 90 بقوالب الكيك ده ولا ايه؟ اقل الكيك كمان. ماكينة البيتي فور الجامبو الكبيرة عاملة 200. طقم التوزيع عامل 30 قطعة عامل 438. صحيات كتير بقى ما شاء الله في المنزلي. بصوا معلقة دي كده، دي مقصوصة عاملة 19 جنيه، شكلها حلو بس كده. مساكة دي كده عاملة كام؟ ماسك ده عامل كام؟ 25. وده كبير ده عامل كام؟ 17. بحب بقى انا الروافع دي قوي،
بصراحة هنا، لأن بحس إن الرافع كلها موجودة. يعني ممكن أكون عايزة، مش عايزة حاجة بس أفتكرها وأنا إيه ماشية هنا كده. ده ماسك صواني استانلس عامل 62، السكاكين بقى وال في هنا بدأ من 14، ده نشوف بتاع الهمبرجر ده، لا بتاع البيض ولا ايه، بتاع البيض ده عامل 30 جنيه. ممكن بقى نعمل بيه همبرجر. يعني المخرطة دي عاملة كام؟ 54. الشوك دي 12 عاملة، الشوك دي كده 12 قطعة عاملة 10.75. المعالق عاملة 11.5.